الختام من قرية حجر اليمنية التي سلمت من الحرب لكنها لم تسلم من آثارها الاقتصادية. على الرغم من السلام النسبي الذي ينعم به سكان قرية الحجرة اليمنية التي تقع في مرتفعات فوق السحاب في منطقة حراز الجبلية، إلا أنهم لم يسلموا من الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب في اليمن. فقد كانت المنطقة مقصدا سياحيا للراغبين بالاستمتاع بالمناظر الطبيعية فوق السحاب. كانوا قلنا معظم السواح يأتون، وخاصة قلنا في منطقة في المناطق المرتفعة، كانوا حتى أنهم يخيموا يعني معظم الأيام، يعني اليومين والأكثر، يعني بما يشاهدوا من هنا من المناطق الخلابة. زراعة البن اليمني المميز وغيره من المحاصيل المهمة كانت مزدهرة بالمنطقة قبل الحرب، لكن معظم الأنشطة الاقتصادية المختلفة توقفت مؤخرا، ونظرا للنقص المستمر في الوقود اللازم للأبار الأرتوازية التي تستخدم في الري لم يعد بالإمكان مواصلة زراعة الأرض.